المنتجات الجديدة تشمل عملية تخفيض المنتجات. هذا المبدأ ضمن الأولى. جميع أنشطة المنظمة المتعلقة بتصميم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة فهي عملية مستمرة. شوف. وبالتالي كلمة جدية، كلمة جدية جديد لا تطلق على المنتجات المبتكرة تماما. شوف قليل المنتجات المبتكرة تماما لا تتجاوز 5%، لا تتجاوز كم؟ 5%، 3% يعني ما تتجاوز 5%. لأن المنتجات اللي مبتكرة تماما، لكن المنتجات المطورة اللي بعيدة، يعني في معانا منتجات في الواقع موجودة حاليا نسميها المنتجات الحالية، أحيانا ندخل عليها استخدامات جديدة، وأحيانا نطور مثل التلفون بالضبط. وبالتالي لا يطلق على المنتجات الجديدة على المبتكرة تماما بس فقط، وإنما على المبتكرة تماما، المعدلة، المطورة تطلق عليها الجدية. ولا يقتصر على المنتجات المادية مثل السيارة، أيضا ممكن يشمل الخدمات، يشمل إيه؟ الخدمات أيضا. بل يشمل أيضا المنتجات الخدمية مثل بطاقة الائتمان، المصرفية، وثيقة التأمين، أو فحص السيارة، أو الخدمات، كل هذه لا تعتبر عملية تصميم. المبدأ الثاني لا تعتبر عملية تصميم المنتجات الجديدة مسؤولية إدارة العمليات فقط، بل هي مسؤولية جميع فعاليات وأنشطة المنظمة وأقسام وإدارة. تلخص وظيفة إدارة العمليات في تلقي الأفكار. وظيفة العمليات نفسها تتلقى الأفكار من الأقسام المختلفة لإدارة المنتجات وتصميم المنتجات، ينسجم مع حاجات ورغبات العملاء في السوق، وبحيث تتحقق الأهداف من المنتج الجديد. كيف تتحقق أهداف المنتج؟ تلبي حاجات ورغبات المستهلك وتحقق الرضا، غالبا ما يكون ابتكار تطوير المنتجات من قبل الشركات الرائده في قطاعها، يعني زي سامسونج، زي اتش دي، زي الشركات الرائده يعني تطوير يكون شركات كبيره، في حين تتبعها الشركات الاخرى العامله في نفس القطاع. هناك مجموعه كبيره من الاسباب تدفع المنظمات لتصميم منتجات وخدمات جديدة أو لتطوير منتجات قائمة. السبب الأول التغير الحاصل في حاجات ورغبات الزبائن. طيب ما الفرق بين الحاجة والرغبة؟ الرغبة تأتي بعد الحاجة، بعد إشباع الحاجة. لكن الرغبة هي بدائل لإشباع الحاجة. إذا شعرت بالجوع هذه حاجة، لكن كيف أشبع هذه الحاجة؟ بأي نوع من أنواع الطعام؟ هذه بدائل. أنا كمسوق، كمنتج، كشركات منتجة سواء خدمات، نتنافس في هذه الرغبات، ضد الحاجة، في إيجاد خلق الرغبات، في خلق يا أخي أنت في مش تلبية الرغبات، يعني أنا بخلق رغبة، أنا أخلق لك رغبات، يعني الملابس أنت كنت ترغب بهذا الشميز بأن يكون بهذا التفصيل. لأنه كان معروض، من اللي خلقه؟ الصانع. أنا صار المنتج، أنا عايز أخلق الرغبات. الكائن البشري موجودة، حاجة الطعام، حاجة الشراب، حاجة البقاء، حاجة الجنس، لكن أنا بخلق لك الرغبات ونتنافس كمنافسين في الرغبات فقط، مش في حاجة، في الرغبات، ولكن تروح لفظ
الحاجات والرغبات. الحاجات ايه؟ الحاجات الاساسيه. والرغبات البدائل التي يشبع بها هذه الحاجات. يعني انا لو اشتريت علب من القلب لا قدر الله عند الدكتور نشواش، هو يعرض لي بدائل رغبات، اروح لمستشفى اخر يعرض لي بدائل، والبديل الذي يتناسب مع امكانياتي انا بختاره، انا بختاره ليشبع هذه الحاجه. مش كده يا جماعه؟ لا والله هذا الذكرى. اذا تغير في الحاجات والرغبات او ظهور حاجات جديده او ظهور حاجات جديده تستدعي منها ايه؟ زي كورونا. هل كان النصب او اللقاح حق كورونا موجود؟ ما كان موجود، ولا حيفكر فيه، ولا حيفكر فيه، ولا في شركه تفكر فيه. لما جاءت الحاجتين سعوا الى ايش؟ الى ان يشبعوا هذه الحاجات. استبدال المنتجات القائمه وانتهاء عمرها الاقتصادي، وانتهاء عمرها الاقتصادي. هذا فيما يتعلق ب حسيت ورقم خمسه. أقول في قناة من بيشو أنا هذا بيشو رام من أربعة جالات طيب شوف في معانا دورة في دورة حياة المنتج. دورة حياة المنتج تبدأ بمحور رأسي ومحور أفقي. هذا يمثل إيش؟ الزمن. هذا يمثل الزمن، وهذا يمثل المبيعات. المبيعات والأرباح. والأرباح المبيعات والأرباح. طبعا حتبدا يعني شوف راح وراح. انت بتقرا احيانا بتقرا في مراجع يبداوا من هنا وانا ابدا من هنا. ليش؟ انا بقول لك السبب. انا ببدا بدورة الحياة في هذا الشكل، في هذا الشكل، ثم ترجع كذا ثم تصل الى الاحداث. بالنسبة للأرباح برضه نفس القصة. هذا الأرباح، هذه ايش؟ الأرباح. هذه الأرباح. أنا حرسمها رسمة أخرى بعدين. بنرسمها رسمة أخرى تحصلها في تقاطع هذا. في تقاطع هذا. برسمها رسمة أخرى بعدين. شو أقول لك الأسباب؟ هنا شوف تقديم، هنا تطوير. هنا تطوير المنتجات. وهنا التقديم أو الإقلاع. يسمونه الإقلاع. يسمونه إيه؟ الإقلاع. بدأنا نقدم المنتج. وهنا النمو. هنا النضج. والنضج انا بقسمه ثلاث مراحل. لا يعقل كتاب يجعلهم مرحله واحده لاحقين. هذا في تسعير المنتجات الجديده. لكن المراحل دي مرحله النضج وقسمها هنا. شوف نمو بسيط مع الميل الى الاستقرار. معناته المبيعات في نمو فيها مع الميل الى ان تستقر. هنا استقرار للمبيعات. هنا حداد استقرار مع الميل الى الانخفاض. هي ما تنخفض فجأة. ما تنخفض فجأة المبيعات. ولذلك مرحلة النضج طويلة، والمنتجين يطوروا فيها في عدة استراتيجيات سنذكرها بعينه. منها تعديل السوق، منها تعديل الاستخدامات للمنتج، منها إدخال استخدامات جديدة يسموها استراتيجية التعديل السوق. يطوروا هذه المرحلة. لاحظوا معي شباب. هنا مرحلة الاستقرار مع المين، يعني مرحلة النمو بسيط مع المين إلى الاستقرار. هنا استقرار تام، هنا استقرار مع المين إلى انخفاض المبيعات، هنا الانخفاض. هنا المنظمة تخاف أن تصل إلى الانخفاض. شوف المبيعات تنزل، زي التليفون، نوكيا لما انحدر، زي الشاشات التلفزيون الأسود لما خرج من السوق. دي أمثلة على السلع التي خرجت من السوق وانحدرت وانخفضت مبيعاتها. بس احنا نقول ان انحدر، هي انحدر المضيف حقها، بس الشركه عملت لها عمليه تطوير ورجعت لها مرحله التقديم. رجعت لها مرحله ايه؟ بدل ما كانت تلفزيون اسود رجعت لها استبدال المنتجات القائمة وانتهاء عمرها الاقتصادي. وصلت إلى مرحلة الانحدار.
هذه تغيرات اقتصادية، تغيرات اجتماعية، تغيرات ديموغرافية، كلها تستدعي بأن نقوم بتطوير المنتجات الجديدة. تغيرات تكنولوجية خصوصا في تكنولوجيا الإنتاج، يعني تدخل تكنولوجيا جديدة في الإنتاج وبالتالي نسعى إلى تطوير هذا المنتج. تغيرات سياسية أو تشريعية، يعني تحرم بعض الشرائع، بعض القوانين، تحرم استخدام بعض المنتجات، وأنا أرجع أطور هذا المنتج وأستبعد الأشياء التي محرمة. والاهتمام بالبيئة. والاهتمام في 75% حرام. والاهتمام بالبيئة. بس بعضهم قالوا سبب، قالوا السبب قالوا مضروب على الطريقه الاسلاميه. اليوم هذه كانت مناقشه اسلاميه. اليوم كانت مناقشه اسلاميه. ايش هي القصه؟ كانت مناقشه انتحبت. عشان الايه القرانيه ولا كذا؟ البحث ما يكتبش ايه قرانيه يعني. ليش ما يكتبش يعني؟ لانه بحث هذا. تعمل ايه قرانيه، تعمل بسمله في صفحه الايه القرانيه، في صفحه الاهداء، شكر التقدير في صفحه الاهداء. هذه قصه قصيره. للعمر كله. طيب تغيرات في الاسواق او الموردين او المزعجين، كل هذه الاسباب تستدعي ان اطور المنتجات الحاليه او ابتكر منتجات جديده. اعتبارات تصميم المنتجات الجديده في عده اعتبارات، من ضمنها من الضروري الانسجام والتوافق بين متطلبات التصميم. من الضروري الانسجام والتوافق بين متطلبات التصميم وقدرات منظومة الإنتاج. يا دكتور، يا أخواني، وكأنه التسويق، المادة هي علاقة بالتسويق. لا بالإنتاج، لا بالإنتاج. بالإنتاج. ويجب أن يكون تصميم المنتج بسيطا قدر الإمكان، بحيث يسهل عملية الإنتاج والتسويق والاستهلاك، لأنه أصلا هي مترابطة، عملية مترابطة مع فالتصميم البسيط يستخدم عددا اقل من المكونات وعمليات التجميع، وبالتالي تكون تكاليف انتاجه مقبوله. ولا يعني بالضروره ان التصميم الجديد يجب ان يستعمل احدث التكنولوجيا، بل يجب استخدام التكنولوجيا المتاحه والمناسبه لتحقيق اغراض المنتج. اي ان التركيز على التفصيل هو التنمير. ما معنى التنمير؟ جميل. تحول الى سؤال روح صوره واحده بالضبط. خلق منتج يحمل نفس المواصفات. في التصميم والإنتاج والمنتج على ذلك الاستناد إلى المبادئ الآتية. إلى المبادئ الآتية. المبدأ الأول التقليل قدر الإمكان من عدد الأجزاء المستخدمة في المنتج. تقليل إيش يا دكتور؟ قدر الإمكان. من عدد الأجزاء المستخدمة في المنتج. ليش؟ أنا ممكن أجيب لك سؤال في الامتحان كذا. هذا سؤال، أضع سؤال كذا. علمني، اشرح لي. وضح لي. شوفوا الامتحان حق الدكتوره لا صح ولا غلط ولا ايصال عمود الف عمود باء ولا اكمال خرابة. انت بتمنح دكتوره في فلسفه الاداره. في ايش؟ فلسفه الاداره. فلسفه الاداره. لان الامتحان يتوافق مع هذه الرتبه العلميه ولا يعني ممكن يقول لك فكره ذكيه ويقول لك وضح لي. يعني تفلسف حول الموضوع هذا. يعني هذا التقليل من المبادئ او من الاعتبارات من المبادئ اللازم اخذها بعين الاعتبار التقليل من قدر الامكان من عدد الاجزاء المستخدمه في المنتج. وضح التوضيح هو كمان مش ما يكفيش التوضيح اللي بالشاشه فقط. يعني الشاشه لو كتبنا كل شيء عشان نقدر المحاضره عشان تاخذ لها شريحتين ثلاثه بالله ونقص، لكن نعملها سطرين موضحين. احنا بنوضحها هنا قدر الامكان. ليش؟ حد يقول لي اعمل عصبيه، اعمل عصبيه للموضوع. يعني لما اطور المنتج احاول اقلل بقدر الامكان من الاجزاء من مكوناته. لماذا؟ ما تلاحظوش يا جماعه زمان كانت كمبيوتر قبل ما ناخذ الثانويه تعز صح سامعهم تحملوا سياره يلبس وتدخلوا رافعه ويش؟ اليوم الكمبيوتر اصبح زي تعملوا كيف القلم؟ التليفون هذا كمبيوتر. لماذا؟ لأنه أولا كان محدود الله تمام. أنا أول سبب أنا أشيك لك. أنا أشيك لك السبب. يعتبر كفاءة تخفيض الكلفة
القيمة ايش هي القيمة قلنا امس؟ بعمل تحليل القيمة اي المنفعة، بعمل تحليل القيمة وتحليل المنفعة. الجزء الذي لا يخدم هذه المنفعة استغني عنه لانه يشكل سعر زراعة سعر على كل هذا المنتج، وبالتالي لا يكون المنتج ناقص، لا يكون المنتج ناقص في السوق. سهولة الاستعمال، سهولة الاستخدام، سهولة المعروض، سهولة الامراض. كيف تفهم هذه؟ ليش مقلل من الاجزاء المكونه دي؟ ما بيثروش لانه تدفع كلفته، لانه يصعب استخدامه، يصعب نقله، وهكذا. اهم حاجه تدور لي، شوف انا لما اجي اتابع تحليلات، اجي اتابع عيارتك، ادور على حبته من الدين، على العنصر الرئيسي، اشتيش بالعنصر الرئيسي، بعد الباقي انا استفيد منه، فهمت؟ حلال، وضعها بدرجه حلوه، فلسفتك. لكن مثلا الغرض منه تخفيض الكلفة بعد تحليل القيمة، بين قوسين تحليل المنفعة. مش معقول اروح اخفض الكلفة على حساب مين؟ القيمة والجودة والمنفعة للمنتج. لا لا، بالنسبة للدور تخفيض الكلفة مع الالتزام بالجودة المناسبة، ما نقولش الجودة العالية لان المناسبة وتحليل القيمة، وتحليل القيمة هي المنفعة. أو المنفعة وحلفها على الأجزاء قد نسيء للمنتج، قد نسيء للمنتج ونبعد عنه ميزة تنافسية. لا، نحلل القيمة أو المنفعة، لأن القيمة هي أشياء، قيمة المنتج مش سعره، منفعته. في منتجات معينة بتتجه بتختلف المنافع، في منتج نسيء الشحن، وفي منتج يبقى وراء لنوعية خاصة. تمام، الآن شنو ناخذ؟ كما كان ايضا كلما كان التصميم افضل، يقول لك يعني بمعنى انه عندما كلما كانت نسبه المكونات النمطيه، يعني زي ملف المحرك المولد، الملفات هذه نمطيه مثلا او القياسيه، يمكن استبدالها واصلاحها بسهوله. ما تجيش تعمل لي سياره قطعة الغيار حقها مصنوع خاص لها. مثال دكتور، السيارة الكيا الآن نفس الهونداي، لو شريت كيا بالذات البريد نفس الأكسنت، شو يقطع هونداي؟ مثلا تويوتا، لما يقول لك أنا أشتري سيارة تويوتا،